السلام عليكم المرضيات والمرضيين، كيف احوالكم؟ اموركم هانيه؟ كتوجدوا شويه الدخول المدرسي؟ الناس كيوجدوا الدخول المدرسي وحنا مازال مع العطله ديالنا لاخر نفس. السبب ان العطله ديالنا جات متاخره بزاف، كنا معولين ان احنا نسافروا، وقعت شي ظروف جلنا داك السفر او قولي لغيناه، من بعد عاوتاني كتاب مره اخرى، فكان داكشي قرار الدقيقه 90، يعني حتى الاخر ديال شهر 8 عاد تحركنا للشمال، طبعا الوجهه ديالنا اللي كانت لهاد السنه. بالتالي فاحنا كنحاولوا ما امكن نستمتعوا بهاد الفتره اللي هي قصيره، لان عارفين الدخول المدرسي البدايه ديال 9 بالضبط 5 شهر 9، يعني راه باقي شويه ديال الوقت، المهم نستغلوه ما امكن. الوجهه ديالنا ان شاء الله اليوم هي الفنادق، دونك هنايا كنوجدوا لي ساندويتش اللي غنحتاجو تما. الغدا ديالنا كما شفتوا ديما كنصايبوه في الدار، كنديو معنا ساندويتشات. المهم جلسنا حدا البحر في شي بلاصه زوينه، كنجلسو نتغداو على خاطرنا. الفطور حنا كنفطروا في الدار، العشاء حتى كنرجعوا او كنتعشاو برا على حسب البروغرام اللي كنكونوا دايرين داك النهار. دونك ان شاء الله كما قلنا الفنادق كاستيخو بيان كاستيخوس بالضبط، اللي هي سميه جايه من الاحتلال الاسباني للمنطقه في ديك الفتره الزمنيه، كتعني دونك كتعني تقريبا القلعه البعيده. بالنسبه للفنادق لا يقل جمالا عن باقي المدن اللي شفناها كاملين. عنده كورنيش زوين، البحر ديالو رائع، مدينه زوينه بكل المقاييس، الا انها عندها واحد الميزه اخرى، هو الطابع ديال التجاره، الطابع ديال البيع والشراء. تما فاش كيكونوا المواد، المهم السلع الاوروبيه، سواء ملابس سواء الاغذيه، اواني وغيرها، دونك اي حاجه كيحتاجها الانسان كيلقاها تما. ايضا انك تميز هذه المنطقه جات في اقصى الشمال ديال المغرب. اليوم ان شاء الله غادي نزوروها، نشوفوا شنو ممكن ناخذوا منها. في الصراحه فاش كنت جايه اصلا دايره شحال من حاجه خاصاني، دايره بحسابها باش ناخذها هنايا، كيكون الثمن مناسب وحتى الجوده كتكون مزيانه، وكنتمنى نلقى داكشي اللي بغيت. دونك هنا وصلنا للسوق، بدينا بالسوق جوطية. جوطية عندهم تما شادوا واحد المساحة كبيرة وفيها لا ما يعزل الواحد، وفيها أثمنة اللي هي مزيانة صراحة، بانت لي الأثمنة مزيانة، ولكن كان عندنا مشكل ديال الوقت. هذيك جوطية خاصها واحد النهار ديالها ولا يومين ديالها بوحدها، هكا الحوايج وسبرديلات ومونطويات وداكشي ديال الشتا وداكشي ديال الصيف كلشي كاين اللي بغيتيه. كبيرة كبيرة، المساحة شاسعة فعلا، ما صورتش بزاف منها. من بعد دخلنا المكان اللي كيكونوا فيه المانطات وليزور والكوفرليات. ما عقلتش واش دزنا في هذه البلاصه من قبل ولا لا، حيت هي كتلقاي غدا وكتلقاي المهم كاين السلع في الارض هكا، الناس اللي مفرشين، وكتلقاي بحال هكا قيصريات هكا، ما عرفتش كتسمى هذه قيصريه ولا شنو كتسمى. المهم كتدخلي كتلقاي المحلات لداخل هكا. هنايا كاين هكا لقاو الفراش هادو بحال كما قلنا المانطات وغيرها، والصباب ما شاء الله تما، عرفتي محل حدا محل محل، والصباب القدام ماشي جداد، محل حدا محل. كما قلت لك الا بغيتي هذا الشيء زعما وتختار وتشوف، راه خصك ليه واحد العطله بوحدها تاخذ واحد 3 ايام ولا شي حاجه تجي تعطيها غير للجوطيه، لان الجوطيه كتب عليك الكاتب كتكون فيها كاليتي زوينه، خصك تعزل كاليتي زوينه وثمن مناسب. جديد جديد الا بغيتي شي حاجه كاليتي زوينه، راكو عارفين الاثمنه خياليه، بغيتي شي حاجه على قد الجيب راه كتعرفوا الكاليتي كتهبط، يعني كتلبسها جوج ثلاثه مشات. بلا ما نهضروا على انهم كيبقى طبيعه الماده اللي كتكون مصنعه منها كتادي ان تعطي الشريحه ماشي هي هذيك وغيرها. المهم الانسان كيسلك هكا وهكا على حسب جيبه، اللي قدر الحاجه كاليتي زوينه غاليه الله يسهل عليه، اللي ما قادرش راه بشويه بشويه شويه من الجوطيه شويه من داكشي العادي، وحنا غاديين وكلشي عايش وكلشي واكل وكلشي غادي فيها باللي قسم الله. كنت دايره كما قلت لكم في بالي بزاف ديال الحوايج اللي ناخذ، ولكن تهبط فقدت الامل.
ما عجبنيش الحال بزاف، لان الثمن اش غنقول لكم اثمنه طالعين بزاف، يعني غير المعهود راه ماشي اول عام كنجيو لهاد المنطقه، ماشي اول عام كنجيو نتقدوا منها، ولكن راه اثمنه طلعت بشكل كبير. ملي كتهضر معاهم كتقول لك، يقول لك لا حقا ما عرفش كيقول لها العشور من العشور شي حاجه بحال هكا. الناس اللي كيجيبوا السلعه من سبتة عاوتاني ما عرف قال كتزاد عليهم شي ثمن ديال شي حاجه، مهم داكشي كيفهموا لي بيناتهم، واخا كيحاول يشرح لك ما كاين، كتجيني الثمن عالي غالي، وايضا حتى الاختيارات محدوده. كنا كتجي كتلقى السباب ديال الشتا لي مونطو كلشي كاين، كلشي كاين ديال الصيف السيكان كلشي، لا دونك اختيارات كانت محدوده. داكشي العادي فوق الفات الحويجات ديال الصغار، المهم كاين زعما اللي بغيت تقطع كاين شي حاجه، ولكن الثمن كاين، الثمن كاين. ما متعودينش على هاد الاثمنه، ماشي كما قلت لكم اول مره، الاثمنه غاليين والكاليتي ماشي هي هذيك اللي مولفين، والاختيارات محدوده، ما كاينش فين تختار بزاف، وبالتالي تقريبا ما تقديناش شي حاجه كثيره. كنت محتاجه شي فراش هكا اللي عندي البيت نعاس وكذا، ما لقيتش داكشي اللي بغيت، والثمن حتى هو غالي، وقلت انا مثلا غنهز شي حاجه اللي الثمن ديالها غاليه ونتقل في الطريق، ونقدر نمشي لمدينتي ونلقاها بنفس الثمن او يمكن اقل شوي، فاللهم تنمشي للمدينه ديالي وناخذها. هنايا تقدينا الفات ضروري، فيما كتجي تما ضروري الفات، واخا يكون عندك 100 فوطه كتاخذي الفات. هنايا لقيناهم في الفنادق ب 70 درهم، ثلاثه الفوطات ب 70 درهم، ولكن فاش رجعت للمارتيل وضربت الدور عاوتاني كنلقاهم بثمن اخر اللي هو 60 درهم، 10 درهم ديال الفرق، حنا ضاربين الطريق حتى للفنادق باش ناخذهم بثمن غلى من المارتيل اللي حنا جالسين فيها اصلا. ولكن كلشي من الخير، ماشي مشكل، كلشي مزيان، كتبوا لنا نتقدوهم تما، دونك فيها خير. من بعد هذا الشيء طبعا كما الحماس اللي كانت عندي في البدايه ما بقاتش، كما قلت لكم راه تحبط من الاثمنه ومن الجوده بزاف، كما قلت لكم كيقولوا بسبب ان الاثمنه زادوا عندهم من السورس، وثاني حتى مخالفات ديال كورونا ديك الفتره اللي دازت شويه صعيبه على كل شيء، على جميع المجتمعات وجميع الدول، فهذه من المخالفات ديالها هي هذا الارتفاع ديال الاثمنه ديال الحروب وغيرها، كاين بزاف ديال الحوايج. المهم في الاخر شكون اللي كيتقصح؟ كيتقصح هذاك المواطن. المهم فيها خير، فيها خير، اللي مكتب لنا في الرزق خديناها، اللي مكتبش ما غاديش ناخذوها. المهم مزيان الحمد لله، زرنا المنطقه واخا عيينا، ما نقول لكمش راه تقريبا شي 5 ولا 6 سوايع حنا كندورو، ما مفاكينش ندوزو نعومو في البحر ديال الفنادق عاد نمشيو. فعلا المنطقه ديالهم او البحر ديالهم زويل، الكورنيش عندهم غزال، والبحر غزال غزال زويل وما فيه واعره، حيت غارق يعني، اون فوا كتمشي خطوات شويه صافي كتلقاي الغرق، كتلقاي صافي الغرق، يعني كتعومي زوين وصافي الماء وغزال غزال. كانت عومه من احسن العومات اللي دوزت في هاد العطله. من بعد شدينا الطريق، صراحه الطريق بالليل كتكون زوينه، ديك الساعه كتبقى تبان لك الجماليه ديال المدن ديالنا، خاصه في المنطقه الشماليه، حتى دزنا حتى على المضيق، دونك هذيك هي الطريق ديالنا باش تمشي للفنادق كدوز على المضيق، الا كنتي في مارسيل كدوز على المضيق، وباش ترجع راه بيان سور غدوز على المضيق. رائع في الليل بالاضواء ديالو بسميتو كورنيش ديالو، غزال غزال، انتما تشوفوا في الفيديو هنايا، يمكن حتى الصوره ما كتعطيش الشكل الحقيقي، ماشي بحال كتشوفها بعينك نيشان، مروج هو تبارك الله، الناس محركين الضوا والقهاوي ما شاء الله، عرفتي راه الاضاءه كتلعب واحد الاضاءه والنظافه في ديال المينا كتلعب واحد الدور كبير كبير في الشكل ديالها وفي المظهر ديالها. كما قلنا المناطق سياحيه، فبالتالي ضروري ضروري هذا الشيء ياخذوه بعين الاعتبار ويتهلاو في المدن بزاف، لانها هو جهه ديالنا وجهنا، ضروري ما تكون ديك البلاصه نقيه وزوينه باش كتعطي واحد الصوره زوينه للمغرب والمغاربه ككل.